الوداع لا يقع إلا لمن يعشق بعينيه أما ذلك المحب الذي يحب بروحه وعقله فلا سمة انفصالي أبدا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج على الله حكايتنا هنكمل حلقات برنامجنا بس بعد الفاصل رجعنا لكم تاني بعد الفاصل والنهارده حلقه برنامجنا هنتكلم فيها عن حاجه مهمه جدا عن العشق الروحي او الالهي او ازاي انت تحب نفسك ازاي توصل لمرحله ان انا اخرج من حب ذاتي لحب كل الناس اللي حواليا القصه دي احنا هناخدها بقواعد العشق الاربعين دي قصه لكاتبه اسمها اليف شفيق ودي مؤلفه تركيه والفت الكتاب دوت تقريبا سنه 2010 والكتاب ده لقى رواج كبير جدا من كل الناس اللي بتحب القرايه او اللي اتخذت في الكتاب ده لان الكتاب خدنا العالم روحي كده ازاي تكتشف روحك من جوه احنا دلوقتي في فتره كلنا بندور على الالفه والمحبه بيننا نتيجه ان احنا كل الناس بقت مشغوله قوي في حياتها وبقت الدنيا واخداها زي ما بيقولوا كده فاحنا كلنا محتاجين ان احنا نبص جوه روحنا نشوف المرايه اللي جوه بتقول لنا ايه آه الكاتبه أليف شفيق لما جت عملت الروايه بتاعتها عملتها في عصرين تقريبا العصر الحديث ودي كانت بتمثله بقصه آه لارا ودي كانت سيده أربعينيه ما كانتش سعيده قوي في حياتها وقررت ان هي تشتغل كاتبه او محرره في آه احدى الكتب احدى يعني دار الكتب تترجم كتب يعني والحقبة الثانية كانت في عصر القرن ال13 وجابت القصة لشمس التبريزي وجلال الدين الرومي أه عايزة أقول لكم أن الكتاب بياخدك لمرحلة كبيرة جدا اللي هي مرحلة التصوف أو العشق الإلهي زي ما بيقولوا الكتاب بيخليك تدخل جوا حالة روحانية غريبة جدا بيعرفك يعني إيه العشق الروحي إزاي أنا أخرج من حب ذاتي ازاي اكتشف نفسي ازاي احب نفسي واحب اللي حواليا بقينا في مرحلة ان الدنيا واخدانا قوي والناس كلها بقت متاخدة في حياتها وما حد بيفكر في اللي حواليه لكن لو جينا بصينا جوانا هنلاقي ان احنا كلنا محتاجين الحب ده قواعد العشق الاربعين بتكلمنا على اربعين قاعدة للعشق الالهي او الحب الذات شمس التبريزي كان من الشيوخ او المريدين في حب الله وكان جلال الدين الرومي كان إحدى المتصوفين وكان عالم في العلوم الإنسانية وفي رحلته كان دايما بيدور على الحاجة اللي تنور له بصيرته لحد ما قابل شمس الدين التبريزي ونشأت بينهم قصة حب إلهية فظيعة جدا القصة دي كل الناس تقريبا كانوا مستغربين جدا ايه العلاقه اللي بتربط بين الشخصين دول او ازاي الحب بالطريقه دي بين شخصين تقريبا ما تقابلوش او قعدوا مع بعض الا اربع وخمس سنين وبقى بينهم القوه والترابط بالطريقه دي لدرجه ان الناس بقت من كتر حب شمس التبريزي وجلال الدين الرومي بقوا يتعلموا ازاي يتعاملوا مع بعض وياخدوا من قصتهم الهام لتعاملاتهم بينهم وبين بعض وقرر شمس التبريزي وجلال الدين الرومي ان هم يعتكفوا لمده 40 يوم وخلال ال 40 يوم دول لنا 40 قاعدة من قواعد العشق الالهي اللي الانسان لو مارسهم في حياته او طبقهم في حياته تقريبا كده مش هيبقي محتاج حاجة تانية من الدنيا طب ما تيجي نطلع الفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل ايه هي قواعد العشق الأربعين طبعا نستنى اتصالاتكم والارقام هتنزل على الشاشه عشان تشاركونا وتقولوا لنا انتوا بتمارسوا العشق بينكم وبين ذاتكم ازاي؟ هل انتوا فعلا واصلين لمرحله الحب؟ مش شرط الحب يبقى بشخص معين، لكن الحب ده ممكن يبقى في علاقتنا بالناس، باصدقائنا، باصحابنا، بقرايبنا. دايما كل واحد فينا بيدور على حد يبقى مصدر الهام ليه. نادرا قوي لما بتلاقي مصدر الالهام ده. في علم الطاقه كده بنسميه السولميت السولميت دوت بيبقى شخص انت بتقابله في حياتك مش شرط ان الشخص ده انت ترتبط بيه لكن الشخص ده بيغير في حياتك او بياخدك لعالم تاني وبتكتشف فيه ذاتك بطريقه او باخرى الناس اللي بتهتم بعلم الطاقه بيهتموا قوي بالسول دوت لان انت لما بتقابل الشخص ده في حياتك بتقول انا كنت فين قبل كده والشخص ده ليه ما قابلنيش من زمان بتبقوا متفقين في حاجات كتيره جدا وبرغم الاتفاق ده بتبقوا مختلفين كمان لان اختلافكم بينكم وبين بعض هو اللي بيكملكم فالحب هو ان أنت كل واحد فيكو يكمل التاني مش ان انت كل واحد فيكم يفرض سيطرته على التاني من المشاكل اللي بتجيلي كتير في الانبوكس دايما بيجوا يكلموني على ان حد بيحب حد قوي وان الحد ده مش بيقدر الحب ده او ان بعد ما ارتبطوا الشخص التاني ابتدى يفرض سيطرته بطريقه او باخرى ويحاول يلغي شخصيه الشخص اللي مرتبط بيه وبلاقي ان بعض القصص برغم قوه او شده حبها قوي وارتباطها الروحي جدا الا انها ما بتكملش إيه الكتاب بتاعنا او القواعد بتاعتنا في قواعد العشق الاربعين بتاخدنا ان احنا نقدر نفصل ذاتنا كده مش شرط ان انت تفرض سيطرتك دايما على الشخص اللي انت مرتبط بيه عشان هو يبقى نسخه بالكربون منك بالعكس انتوا ممكن تكملوا بعض باختلافكم ودايما حاول تدور في كل شيء حواليك على فين النص الثاني اللي يكملني تعالوا كده نشوف اول قاعده من قواعد العشق الاربعين اللي اتكلموا عليها شمس الدين التبريزي وجلال الدين الرومي في كتابهم قال لك ان الطريقه اللي نرى فيها الله ما هي الا انعكاس للطريقه التي نرى فيها انفسنا فاذا لم يكن الله يجلب الى عقولنا سوى الخوف والملامه فهذا يعني ان قدرا كبير من الخوف والملامه يتدفق في نفوسنا أما إذا رأينا الله مفعما بالمحبة والرحمة فإننا نكون كذلك الكلام ده معناه إن إحنا لازم ندور جوانا لو إحنا جوانا بنبص بحب وبنتعامل بحب وبنتعامل بإخلاص هنلاقي كل شيء حوالينا بنفس الطريقة مش لازم دايما أنا أبص لكل اللي حواليا هم بيعملوني إزاي أو إن هم عملتهم وحشة أو ما بيدونيش اللي أنا عايزه قدم الخير هتلاقي الخير صدقني كل ما هتزرع بذره طيبه في اللي حواليك هتلاقي اللي حواليك بيعملوك بنفس الطيبه ديت وبنفس الحب وكمان هيامنوا بيك لان الطاقه الايجابيه اللي انت هتنشرها على الحب او على الناس اللي حواليك هتلاقيها بتترد بطريقه او باخرى قاعده كمان من القواعد اللي اتكلم فيها شمس الدين التبريزي وجمال جلال الدين الرومي قالوا ان مهما حدث في حياتك ومهما بدات الاشياء مزعجه فلا تدخل في ربوع الياس وحتى لو ظلت جميع الابواب موصده فان الله سيفتح دربا جديدا لك احمد ربك من السهل عليك ان تحمد الله عندما يكون كل شيء على ما يرام فالصوفي لا يحمد الله على منحه اياه بل يحمده ايضا على كل ما حرمه منه يعني احنا دايما بنسعى وبنشتغل وبنتكهد عشان نوصل لحاجه معينه في حياتنا كتير قوي الياس بيحكمنا او بيقفل بابنا بنقول انا مش هكمل انا مش هقدر اوصل انا عفرت كتير ده اللي اقل مني وصله وانا مش قادر اوصل لو احنا فضلنا نمشي بالقاعده دي مش هنقدر نكمل اللي احنا عايزين نبتدي لازم دايما يكون عندنا امل ويكون عندنا بريق كده ان انا افتح لنفسي ابواب جديده ما تيجي نشوف راي نوها في الكلام ده الو الو السلام عليك. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا بشترك مع حضرتك بمشكلتي اتفضلي بالنسبه لانك بتتكلمي على حب الناس لبعضها طبعا عايزه عايزه اقول لك مش كل الناس عارفه الحب ده اتفضلي بدليل المشكله بدليل مشكلتي اللي هتكلم حضرتك عليه اتفضلي جزاك الله عنك كل خير كل عام وحضرتك طيبه وانت طيبه وبخير يا استاذه نهى القناه دي جميله وانا بحب اسمعها وبشوفك كو... انا شايفاك وانت قاعده قدامي حبيبتي انا كمان بحب ربنا يبارك في حضرتك. اتفضلي انا ليا انا ليه حكم نفقه بتاعت ابني وابني ده على فكره عنده في القلب. موجود الحكم في مركز بنيه الامس لانها تبع الاب وحياته هناك لكن انا من السويس. الحكم ده موجود بقاله شهرين يعني انا مش عارفه والله وصلي صوتي للمسؤولين ان الحكم ده ي... ي... اي حد مسؤول عنه انت انفصلتي انت و... انت وزوجك؟ انت ربنا طيب انت انفصلتي انت وزوجك يا نوها صح؟ نعم انا منفصله من 10 من سنين كنتوا واخدين بعض عن حب؟ ان شاء الله كنت واخدين بعض طب ايه اللي يعني ايه اللي ليه ما حاولتيش هل جربتي ان انت تحتوي الحياه بينكم او جربتي ان انت تحلي مشاكلكم يعني بالهدوء كده بدون الدخول في انفصال او مشاكل او محاكم؟ لا والله هي إيه حضرتك يعني السنه هي اللي انا عشتها وكان يعني الساعة دي يعني لا لها ولا قوه مش عايزه اطول على حضرتك لان لو قلت لك نبذه صغيره بس فيها هتقولي لي كويس ان انت ستين فانا بس المهم ان انا خرجت حامل في عبد الله ده وعبد الله كل اللي مطلوب دلوقتي النفقه بتاعته اللي بتطلع من المحكمه وبتطلع بتنفيذ حكم يعني الدفع يا الحبس لما بتروح هناك البلد بتاعته في المركز اللي تبعه هناك بيناموا على الحكم يعني فهمتك الله فهمكي. العظيم معلش يا نهى طبعا انا لك ان ربنا في الايام المفترقه دي يحل مشكلتك بخير ان شاء الله وبدون اي حبيبك. مشاكل بينك انت وابو عبد الله وربنا يشفي لك عبد الله ويفرحك بيه ويعوضك فيه خير يا رب طبعا لا, عبد الله لا, لا ابو عبد الله لا انا بس يعني لو تساعدوني بالحكم اللي هو يعني بتساعدوني في ان الحكم ده يتنفذ بس بتاع إن فلوسه شاء اللي هي حاكم بيها القاضي ان شاء الله سيبي رقمك في الكنترول يا نهى سيبي رقمك في الكنترول تواصل معاكي بعد الحلقه جزاك الله عنا كل خير ربنا يخليك يا حبيبتي كنا لسه بنتكلم عن الحب والعلاقات الإنسانية الناس اللي بينها عشرة وعيش وملح لو مش هتقدري تكملوا مع بعض يبقى أسلم حل يعني أن أنتوا تسيبوا بعض بالمعروف زي ما بيقولوا لان اللي هيبقى بينكم السيره الطيبه وخصوصا لو في بينكم اولاد فدي رساله مننا لابو عبد الله يعني يا ابو عبد الله لو تقدر تحل الموضوع ودي مع ام عبد الله عشان خاطر عبد الله بس مش عشان خاطر حد تاني وربنا يهدي لكم الحال طبعا احنا بنكمل بقيه قواعد العشق الاربعين اللي اتكلم عنها جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي كانت النقطه اللي كنا بنتكلم عليها كنا بنتكلم على ان الياس ما يوصلش ليك وان انت ما تفقدش الامل في ان انت تقدر تغير حالك من حال لحال كلنا بيتقابلنا صعوبات في حياتنا لكن كل ما بتقابلنا صعوبات كل احنا بنزداد قوه لازم تكون الصعوبات دي هي السلمه اللي انت بتطلع عليها او انت بتطلعي عليها عشان تقدري تكملي حلمك ستي دايما ودانك عن كل الطاقات السلبيه اللي انت بتشوفيها في حياتك او اللي انت بتشوفها في حياتك كل اللي بيقولك انت مش هتكمل كل اللي بيقولوا ان انت مش هتقدر توصل لا هتقدر لان في غيرك قدر ووصل كله بعون الله خلي ثقتك في ربنا كبيره وخلي عندك دايما امل وخلي عندك دايما ثقه او حسن ظن بالله وان شاء الله هتقدر توصل لاحلامك كمان من بعض من اهم القواعد اللي اتكلموا عليها ان معظم مشاكلنا تنبع من العالم من اخطاء لغويه من سوء فهم بسيط لا تاخذ الكلمات بمعناها الظاهري مطلقا وعندما تلج في دائره الحب تكون اللغه التي نعرفها قد عفا عليها الزمان. فالشيء الذي يمكن التعبير عنه بالكلمات لا يمكن ادراكه الا بالصمت. في الوقت اللي احنا فيه احيانا كده لما بتكون بتكتب لحد شات او بتكتب لحد رساله الرساله دي مش مسموعه ولا هي محسوسه. ساعات بتوصل بطريقه غلط. كل واحد فينا بيحط انطباعاته عن او استقباله للرساله دي بيبقى ازاي؟ فانا بفهمها بطريقتي مع ان ممكن يبقى الطرف الثاني ما يقصدش المعنى اللي وصل لي خالص. لان الكلمات او الحروف ملهاش صدى ملهاش صوت فخلي دايما عندنا يعني حسن التعامل مع الناس خليني دايما اتحقق من معنى الكلمه تقصد بيها ايه أو بلاش دايما إن أنا في مثلا مشكلة بيني وبين فلان فهو بقى نزل كلام أو نزل بوست فأنا آخد الكلام ده عليا وآه هو بيلقح عليا بالكلام وتبتدي المشكلة من هنا وأنا أرد ببوست وهو يرد ببوست والموضوع يبوظ خالص على الآخر ولما تيجوا تتعاتبوا كده يعني وجها لوجه وجه بتلاقي إن مش هو ده الكلام أو مش هي دي القصد من الكلام اللي كان بينكم فدايما خلي عندنا حسن ثقة في الناس اللي إحنا بنتعامل معاهم وخلي دايما عندنا روح حلوه في التعامل ناخد ابو محمد ونقول الو السلام عليكم يا ست الكل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا ابو محمد كل سنه وانت طيب الله يبارك انا واخد واحده حضرتك من 2000 و... من 2001 ومعايا منها تو ولد وبنت مولودين 27/1/2003 بس انا بيني وبينك هي مش دي ما بحبهاش ولا لها جبليه ليا ولا انا بنزل معاها عادي بتاع 15 سنه ولا ولا بروح عندهم فانا متضايق اخر دقيقه وعايز اطلقها ومش مرتاح معاها جدا جدا ليه بس يا ابو محمد؟ الحل ايه؟ الله مش هي دي طلبي انا اتصرحت في جواز ان انا ما بعرفش اقرا اكتب وواحد وراها لي الله لا يبارك له قال لي دي وهي بيني وبينك لا منظر ولا شكل و... طيب وبتسيب من الدين ودينك ودين ابوك طب بص يا ابو محمد وانا بيني وبينك مش لا بشرب لا سيجاره ولا حاجه مش عايز لا اقطعها ولا اعملها لا اصنع يعني مش طيب. عايز يا رب انا مجال دخلته بالمعروف اطلعوا بالمعروف صح طيب لي الحل ايه ما بحبك طيب. واقول لها يا بنت الناس امشي إيه يا بنتي والله العظيم حتى يعني انا قاعد في مصر خدت حياه لاهلها ومش بتاخد لاهلي خالص وقبل كده اختي راحت هناك سب... جت ثبت لك لي... قدام مرات اخوها ولا عبرتني ولا عملت لي حساب ولا كذا ولا كذا طب, طب بص... طب نشكرك يا ابو محمد وعايزه اقول لك على حاجه يا ابو محمد انت لما جيت ارتبطت بيها ولقيت فيها بعض الصفات اللي انت مش حاببها، ليه ما حاولتش ان انت تغيرها؟ يعني تاخدها لدنيتك كده زي ما بيقولوا، مش عيب خالص ان انا لو شفت عيوب في الشخص اللي قدامي وانا عايزه اكمل معاه ان انا اغيره، ان انا اخده كده بالمعروف، يعني اكلمه انا بحب كذا، طب ما ايه رايك؟ طب ما تيجي نعمل كذا، ليه انت ما خدتهاش لدنيتك؟ اكيد انت ما حسستهاش باحتوائك لها او بحبك لها انت بتقول ان انت مش طايقها ومش عايز تشوفها وعمرك ما خرجت معاها طب ما هى كمان كانت محتاجة اهتمام مش هقول ان هي مش مذنبه بالعكس هي ممكن تكون اكيد مذنبه واكيد هي ليها طباعها اللي مختلفه عنك فعشان كده احنا بنقول ان اي ارتباط بين اتنين يا ريت تدرسوا بعض كويس ومش معنى ان انتوا تدرسوا بعض ده يبقى فتره الخطوبه لان فتره الخطوبه دي ما بتبقاش مقياس قوي للتعامل بين الاطراف لان ساعات بيبقى ناس بينهم عشره بيعرفين بعض من زمان جدا لكن مع الوقت بيتغيروا قوي فاسلم حل ان انا اقعد كده بالهدوء مع الطرف اللي قدامي واحاول دايما اوصله وجهه نظري وانا كمان اشوف انا عايز اتغير في ايه في مره من المرات كنت قاعده بتفرج على احد يعني برنامج من البرامج وكان في حد من آه الاخصائيين النفسيين كانوا بيتكلموا على بعض المشاكل الزوجيه وعجبتني كلمه قوي هو قالها ان دايما احنا بنبص لعيوب الشريك ما بنبصش لمميزاته فانا الكلمه استوقفتني قوي احنا فعلا دايما بنبص للعيوب دايما بنبص ان ده متسلط ده مش بيتكلم كويس ده مش بيحتويني ده مش بيحبني ناخد كان عمر كده ونشوف عمر رايه ايه الكلام نقول الو استاذ ازيك يا عمر اهلا بيك اخبارك الحمد لله والله بخير كل سنه وانت طيب وانت طيب ربنا يخليك هو السن ال 40 احلى ولا ال 30 احلى؟ من ناحيه يعني كدماغ وكمخ و... لا هي مش بتتحكم بالسن يا عمر يا عمر مش بتحكم بالسن لان انت ممكن يبقى حد عنده 20 سنه ودماغه كبيره ممكن حد يبقى عنده 40 سنه وعقله صغير فهي مش بالسن يعني هي مش بالسن لا هي بالخبره بالتعليم بخبراتك في الحياه بتعاملاتك مع الناس يعني بحاجات كتيره لكن مش بالسن مش مرتبطه بالسن لا خالص مين قال انها مرتبطه بالسن؟ بالعكس احنا بنلاقي الشباب اللي طالع دلوقتي في منهم الجيل اللي طالع جديد بيبقى 16 سنه و 18 سنه وما شاء الله بيبقى الناس دي دماغهم كبيره جدا ومخترعين وعقلهم كبير جدا بنشكرك جدا يا عمر. فالحكمه مش بالسن يا جماعه الحكمه دايما بالروح. حلقتنا النهارده احنا بنتكلم فيها ازاي اكتشف روحي. احب الروح ما بحبش الشخص ما المظاهر الخارجيه لان المظاهر خداعه ممكن شخص يبقى من زي ما بيقولوا من بره هلا الله ومن جوه يعلم الله احنا عايزين ندور على اللي جوه لان دايما اللي جوه هو بيبقى مرايتك للشخص اللي قدامك ساعات ناس كتيرة جدا تقولك انا محدش بيفهمني انا كل الناس بتفهمني غلط لازم دايما لو انا شفت نفسي صح هقدر اوصل وجهه نظري صح فهي مش بالسن خالص بالعكس هي بالروح بالتربيه بالاخلاق بالخبرات التعليم، ازاي اقدر اعبر عن نفسي واقدر اتكلم فيها؟ وزي ما قلت وكنت بتكلم قبل ما عمر يكلمنا ان الدكتور اللي كان بيتكلم بيقول ان انا ان دايما الـ الـ الافراد بيدوروا دايما على العيوب، ما حدش بيشوف المميزات. لو احنا ركزنا على المميزات هنلاقي ان الحياه بتتغير، بدل ما انا دايما بدور او بقول ده جوزي نكدي، ده كل شويه ينكد عليا، ده مش فاهمني، ما بيخرجنيش، ما بيجيبليش طلباتي. طب انا ادور لما بكون تعبانه مش يمكن هو في يوم من الايام وانا تعبانه خدني كده وخد بايدي واداني العلاج وسال عليا او في يوم من الايام لما شافني تعبانه قال لي طب انا هقعد اساعدك النهارده او قال لي كلمه حلوه في التليفون اتصل سال عليا او مراتي في يوم من الايام اهتمت بمظهري او اهتمت باكلي او اهتمت بشربي مش دايما لازم ابص ان مراتي لسانها طويل دي نكديه بتحشى انك تزيعناها ما فيش ست نكديه وما فيش راجل مش مش بيعرف يحتوي اللي قدامه، بالعكس والدليل على كده ان الراجل ممكن يبقى جان جدا بره في تعاملاته مع الناس، لكن جوه بيته كل كراكيب الدنيا بتيجي على دماغه، وافتكر بقى الشغل ومشاكلي مع المدير والعيشه واللي عايشينها. لو انا فضيت دماغي وشفت البيت عندي عامل ازاي؟ في مسلسل بتاع ولاد الناس اللي شغال دلوقتي الثنائي اللي فيه احمد وفيه ورانيا فريد شوقي مقدمين نموذج حلو قوي. للأسرة المصرية الأسرة اللي حتى لو عندها مشاكل المشاكل دي متتحلش قدام الولاد أو لو حد فيهم غلط في الطرف الثاني بيب... يعني هو بيبدأ أن أنا أعتذر وأن أنا أقول أن أنا كنت غلطان وأن أنا أقعد مع مراتي أو مع الشريك الثاني وأخد معاه ودي معاه وأقول أنا كنت غلطان في كذا أو أنت غلطان في كذا أو يا ريت نحاول نحل الموضوع ودي بينا نتكلم في كمان قاعده من قواعد العشق الأربعين ودي أهم قاعده من القواعد اللي اتكلم عليها جلال الدين الرومي وشمس التبريزي كان بيقول لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب والجنوب والشمال فمهما كانت وجهتك يجب أن تجعل الرحله التي تقوم بها رحله في داخلك فإذا سافرت في داخلك سيكون بإمكانك اجتياز العالم الشاسع وما وراءه ده اللي احنا بنقوله وده اللي احنا بنتكلم فيه دور جواك شوف انت عايز تكتشف في نفسك ايه شوف نفسك تحقق ايه شوف ايه هي احلامك ايه هي عيوبك اللي اقدر اغيرها امتى اقول انا هبتدي من نقطه الصفر مفيش سن معين مفيش مرحله معينه مفيش ان انا اجي اقول انا كبرت في السن مش هقدر اكمل بالعكس انت كل مرحله بتمر بيها بتقدر تكمل من اول وجديد نقول الو مرحله بتمر بيها بتقدر تكمل من اول وجديد الو <سؤال> <سؤال> مساء الخير الو معاكي ممكن توطي التلفزيون ازيك يا استاذ الحمد لله اتفضلي انا انا ممكن اسالك على حاجه معلش اتفضلي اسمعيني بس من التليفون ووطي التلفزيون عشان تسمعيني كويس اتفضلي انا معاكي هو انا, أنا وجوزي احنا عارفين بعض بقالنا اربع سنين تمام ماشي واتجوزنا بقالنا زي سنه ونص تمام وخلفنا ولد وكده بس المشاكل بدات من ثمان شهور بيني وبينه كتير كل ما صاحب واحدة ولا كده هو أنا بتبقى منها تبقى من ايه كل ما بتصاحبي واحدة أيوه طيب يمكن هو شايف إن انتي بتتأثري بآراء أصحابك أو مثلا يكون هو شايف واحدة من صحباتك مثلا مش كويسة من ناحية البيت دخولها عندك فرق فى حياتك او انتي تغيرتي بعد ما ابتديتي تتعاملي مع أصحابك هو بصي انا احنا يعني كان ايامنا حلوه كتير قبل ما اخلف ما اتغيرش معايا الا بعد ما خلفت ايوه ما اتغير معاكي ليه مشكلة كل ست في البيت ان انا لما بخلف اول طفل بنشكرك جدا وتابعي واسمعيني هقول على حاجه بسيطه جدا تقدري تعمليها مشكلتنا دايما ان انا لما باجي اكون اتجوزت وخلفت خلاص انا ضمنت او هو ضمن ان الطرف اللي معايا في البيت ده بقى ملكي بقى حاجه من احتياجاتي فانا هو خلاص مش هيفلت من تحت ايدي ليه انت ما تحاوليش تغيري من نفسك انت قبل الحمل وقبل الخلفه اكيد كنت بتهتم بنفسك اكيد كنت بتشوفي طلباته اكيد كان هو محور اهتمامك لما بيخش في حياتنا طفل جديد بتبتدي الحياه يبقى في جانب تاني بهتم باطفال بهتم بحد تاني هو بيحس ان السجاده اتسحبت من تحت رجله شويه فلازم انت تكوني آه حاولي ان انت تحتويه وحاولي تاني تفتكري انا كنت بعمل ايه قبل ما اخلف وقبل ما اولد واحاول ان انا ارجع تاني آه علاقتي بجوزي واحاول احتوي البيت واهتم بنفسي واهتم بالبيت حبه بخور آه لبس حلو اتكلم معاه عملت ايه النهارده لما رجعت من الشغل بلاش دايما اجهز له المشاكل اول ما يخش البيت حاولي دايما تحتويه وتشوفي هو عايز ايه وايه اللي ممكن يحل بينكو الخلاف اقعدي معاه اتكلمي معاه يعني خلي دايما لغه الحوار بينكو بلاش تقول تعندي قدامه وهو يعاند معاكي وتحصل بينكم مشكلة عمال على بطال طبعا أنا كنت مبسوطة معاكم جدا النهاردة وإن شاء الله يبقى لنا حلقات تانية ونكمل فيها قواعد العشق الأربعين لكن نصيحتي لكم أو يعني بنصح نفسي قبل ما بنصحكم إن إحنا دايما نحاول ندور على اللي جوانا ونحاول دايما نكتشف نفسنا ونكتشف اللي حوالينا وإزرع حب هتلاقي حب بشكركم إن شاء الله نكمل معاكم فعلى الله حكايتنا